انصبغت الأرض بدمه، لكنه كان يسبح الله ويشكره لأنه جعله يتألم من أجل اسمه. يروي لنا التاريخ أن رأس القديس مار مرقس الرسول سرقت وتنقلت في أماكن كثيرة، وسرق جسد القديس أيضا، لكن بعد غياب عاد إلى القاهرة رفات القديس العظيم ناظر الإله الإنجيلي مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية ومؤسس كرسي الإسكندرية، وذلك في 24 من يونيو لعام 1968 ميلادية في موكب عظيم. وصلت إلى مطار القاهرة ليلا طائرة عربية خاصة قادمة من روما وعليها رفات القديس مرقس، وقد تقدم إلى الطائرة غبطة البابا كيرلس السادس، حيث كان في استقبال غبطته كبار رجال الدين ورؤساء الكنائس الذين وصلوا للقاهرة من جميع أنحاء العالم. وسلم الوفد القبطي الذي رافق الرفات إلى البابا كيرلس الصندوق الذي يحمل رفات القديس، فقبله وحمله على كتفه ونزل به من الطائرة وسط الآلاف من الجماهير التي وصلت للمطار لاستقبال رفات القديس مرقس. صباح اليوم التالي شهد الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هايلا سيلاسي افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة التي سيدفن فيها رفات القديس مرقس. وقد استقبل قداسة البابا كيرلس الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هايلا سيلاسي عند وصولهما الى الحفل الذي شهده السيد حسين الشافعي نائب الرئيس والسيد انور السادات رئيس مجلس الامة والوزراء وكيل الكنائس العالمية ورجال السلك السياسي والاف المدعوين. وبعد 3 أيام من وصول الرفات أقيم القداس الإلهي ووضعوه في المزار الموجود بدير الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.